بالإقامة ورا عنده إقامة للجندي. طبعا في نقط، احنا النهارده عايشين في النور والتكييف والكلام ده، ولادنا النهارده بيحرسوا الحدود في الهو، فعملنا لهم النهارده في بتاع دوت. احنا اول سولار انرجي، طاقه شمسيه دخلت مصر، كانت عند قوات حرس حدود او القوات اللي على الحدود بتاعتنا، والله يديله الصحه على حفظ موجود. النهارده فعنده جهاز مكان ايوه بينور 10 لمبات، ايوه 10 لمبات في الصحراء دي اللي ما فيش فيها حاجه. المنطقه اللي فيها ارسال بيبقى فيها تلفزيون له، وبعدين نقطه للتعيين الاكل بتاعه، لان ما بيروحلوش مثلا كل يوم طبعا. ده 400 كيلو يا احمد. نعم تمام. عنده الفرن عشان لو حب يخبز، مش الحته اللي بيخش لها الجرايه او العيش كل يوم، ده موضوع تاني. التاني بياخد التعيين بتاعه، التعيين بتاعه وبيطبخ حاجته خلاص. وبعدين الحفره بتاعت الذخيره بتاعته، مخزن الذخيره. يعني تم رفع مستوى كفاءه الوحدات نقط الحدود فوق ما تتخيل. يعني ما كانش عنده زي ما اتقال الاعلام المعادي والاسرائيلي والصهيوني انه ده ما كانش لا 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 بص يا احمد، ولادنا موجودين على الحدود بتاعت الشرقيه بتاعت سينا، الغربيه عندنا الحدود رهيبه، وانا كنت قائد هذه بتاع السلوم. لا 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 لا، كله النهارده ده في نقط يا احمد، يقول لك الدبان الازرق ما يعرفش طريقها. نقط المراقبه بالنظر. ما انت تبقى قاعد النهارده لو دخلت طياره وصلت مصر، يقول لك قاعدين نايمين. ليه؟ الرادارات يا احمد في حتت في الارض ما بتكشفهاش، فالعالم كله. وزي ما قلت لك يوم رحنا الحدود الفرنسيه وكان معانا عادل كيشكو، الناس كلها كنا رايحين نشوف النقط المراقبه بالنظر. الحته الرادار ما بيتخباش، كل العالم مش احنا بس بنحط نقط، قاعد طول النهار يراقب، لو الطياره دخلت بيبلغ تك 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 تك، هدف يمين شمال. امريكا كل يوم بيشوف الحدود بتاعتها والمكسيك عمالين يدخلوا بالظبط بالظبط. فالنقط دي محدوده في كل حته في العالم. فبالتالي النهارده رفعنا المستوى بتاع العسكري، بتاع الاقامه، بتاع اكله، وكلهم هناك. واسال وعن كلهم ولادنا موجودين. اي حد يسال ابنه اللي موجود في المنطقة الغربية بالذات اللي هي اسوأ من هنا، اللي موجود على الساحل تحت عند السودان، كله عايش عيشة مظبوطة. عظيم. النقطة دي بقى ليه نزلوا من الأبراج بتوع إسرائيل الأول بقى وإيه يعني حصل إيه اللي حصل؟ الولد الخدمة محمد صلاح موجود قاعد بالليل، هو مجند مجند جندي مجند في الأمن المركزي. خط الحدود ده عليه نصين، يا اما نقط امن مركزي او حرس حدود قواتنا. تبقى الاتفاقيه. هو في الحفره بتاعته كويس. خد بالك قله المعلومات هتخلينا نحلل. الساعه 4 الصبح هو قاعد. خد بالك حتى جايب التوقيتات هنا، نجيب التوقيتات نشوف. هم استغلوا ايه؟ احنا في نص احنا في نص ذو القعده. يعني القمر بيطلع الساعة 8 وبينزل فمنقي الساعة 4 الفجر. الدنيا كلها ضلمة هناك قدام. واختاروا المهربين. وانا عايز انا اقول ايه؟ اول خبر طلع من اسرائيل انها مجموعة مهربين، وقالوا 400,000 دولار الشحنة. هم اللي قالوا مش احنا. انما بعد كده بقى لما الامور اتزنقت بدا يلغي المهربين دي عشان يقول غيروا. لا ده ارهاب واحنا بنحمي الشعب، ده كلام. لكن اول خبر طلع من اسرائيل انه كانت مجموعه مهربين، وحجم التهريب بتاعهم 400,000 دولار. 400,000 ولا 400 مليون دولار؟ لا انا افتكر اقعد اكل 400,000. 400,000 دولار. كويس. فده معناه ان 4 الصبح الولاد دول دخلوا الثلاثه اربعه المهربين. المهربين قطعوا السلك. وبعدين النهارده رويتر، انا للاسف ما جبتهاش معايا، اما صوروا السلك، السلك لو واحد بيعدي بس بيبقى نص متر يخش بالجنب. لكن لا، ده السلك فتحه كبيره. متر ونص. متر ونص. فاذا ده واحد شال شويلة. ما انت بتحلل بقى ايه؟ ما انت بتبص تحلل ايه اللي بيحصل. ده مش داخل لوحده. ولا واحد مش عارف مش عاجبه ايه فداخل جوه يضرب نار. لا. هو 4 الصبح الولد العظيم شاب الشاب عظيم. محمد صلاح لقى لعبكه. طلع من الغرفه، طلع من الحفره بتاعته مع بندقيته والثلاث خزن. ده العسكري. وواحد يقول لك ذخيره، ده انت واقف على خط الحدود. مهمته ايه هنا؟ مهمته
حماية خط الحدود بتاعه، أيوة، منع التسلل، أيوة، منع التهريب، أيوة، منع أي عبور أي قوات هيبلغ على طول.